بسم الله الرحمن الرحيم. نحن لواء أبي بكر الصديق، سوف نقوم الآن باستهداف مطار كويرس من الناحية الشمالية، وقمنا بتجهيز هذه الصواريخ وجاهز الآن للإطلاق، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أبطال الجيش السوري الحر يقومون باستهداف مطار كويرس المحاصر بصواريخ محلية الصنع. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. مطار كويرس محاصر من قبل أبطال الجيش السوري الحر.